السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو بيتي سارة ٹھیک سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا آمين ومرجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافع مبشرنا آمين ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا آمين ومنجعنا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا بمحبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم اكرمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بالشفاء اللهم داوينا بدوائك اللهم ابعدنا الامراض الظاهريه والباطنيه اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره آتنا ونياتنا وخدمك رحمة إنك أنت المجيب الدواء يا ربنا يا كريم اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك الآخر وحب من حبك وحب نبيك الآخر ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك الآخر وعلى بيتك الحرام وحرمة نبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت هادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا ارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب وحرمة نبي سيد الأبرار يا رب يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوبصورت آفس ہے خوبصورت شعیب صاحب آپ کے ساتھ آپ شعیب صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پہ
برکت عطا فرمائے سب کو دین و دنیا کی تمام برکت و رحمت و خوش و احسان و اناموں سے نوازے سب مسلمانوں کے لیے یہ دنیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے آگے نکل کے سب کچھ